علاه لازم يحبس؟ باسكو السيد ما عندوش بوجو تابون، عنده كمية تاع 5 لتر تاع ماي سنيد اوتوماتيكمون قد ما تنقص قد ما اي راي حل بلا هذه سيف، هذه سيف شوف هذه كنا نديروها بالبني، هذه لا سيفو محلول راح يساعدو في التنفس هكا صافي الصدر تاعو يكون مفتوح راح يساعدو في التنفس ابلا والمراقبه. التكوينات مع الفرق الاولى، نحن الان اليوم مع فريق الاربعة رايدرز اللي راسر اللي كنا تكوننا معهم، قمنا بالتكوين في الاسعافات الاوليه، كان لقى استجابه كبيره من طرف الاعضاء وكان اهتمام وقبول والحمد لله ما شاء الله. ندعو من هذا المنبر انه كل اعضاء تكمل في التكوين هذا، وحاجه مليحه للناس راهي دير في هذا التكوين خصوصا اصحاب الرياضات اللي كنا درنا الدوره هذه والله الله يبارك حاجه مليحه وتعلمنا بزاف صوالح شغل تحس باللي راك قادر تفيد المجتمع، راك قادر تنقذ انسان، راك قادر تنقذ روحك مام هذه الحاجه مليحه في حياتك الشخصيه والعامه. ننصح كل واحد ما دارش الدوره هذه يتقدم ويدير الدوره هذه خاطر راح تكون جد 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 مفيده في المستقبل وليه والاشخاص كاع. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مبادره كيما هذوما يفرحونا ويحفزونا. وللان كملنا الدوره التكوينيه في الاسعافات الاوليه مع الشيخ الهاشمي ربي يحفظه، لان كانت دوره جد طيبه. نشكر جميع اللي ساهم في انجاح هذه العضوه كلا من الرابطه او اي شخص. ندعو كل جميع او اي شخص ان يتقدم لمثل هذه المبادره جد طيبه، لا ممكن يوم من الايام ينقذ نفسه او ينقذ شخص اخر. والله كانت دوره جد طيبه ونشكر الاستاذ الهاشمي اللي وقف معنا وقفه جد طيبه وتعلمنا كثير من هذه الدوره وان شاء الله نكملوا في المسار. اذا كان عندك ابارتمون دو كومبرس معناتها كان عندك انتروز دو سكور، انا الحين نستعمل ابارتمون دو سكور. متفقين؟ صح. اوتوماتيكمون هذا راح يعاونك من داخل ولا راح يعاونك باش يوقف الدم، باش يوقف النازل، باسكو هو اللي راح يعاونك في التخثر. ايه هو اللي ما يخليش الدم يخرج صافي ولا راح يعمل في التخثر. هنا صافي بون شوف اوتوماتيكمون هنا واش دير؟ حمي نفسك باش ما يكون هكذا. هذه لا لا كومبريسيون معناتها ضغط مباشر. الى فيه زوج اغلق فيه زوج حتى يكون مباشر فيه سكين والراس دائما للان.